أحسن الله إليك. يقول: لو أطال الإمام القيام في الصلاة السرية وأنا لا أحفظ، هل أكرر السورة التي أحفظها؟ الجواب نعم، ما تحفظه تكرره، لأنه لا صمت في الصلاة. فأنت إذا انتهى الإمام من الفاتحة وأطال يعني القراءة فيما زاد على الفاتحة، وأنت لا تحفظ إلا سورة أو سورتين، تكرر هذه السور. بارك الله فيك.